عندما تداعب صاحبة الجلالة حقيبتها وهي تتحدث إليك، فاعلم أنك ستصبح من الماضي عن قريب. عندما تسافر الملكة، تأخذ معها احتياطياً من دمها الخاص تحسباً. عندما لا تحتوي حقيبة صاحبة الجلالة على قلم وأحمر شفاه ومرآة ونظاراتها الطبية وبعض من علكة النعناع، فسيدفع الجميع الثمن باهظاً. إنها أكثر ملكة مثيرة للاهتمام في العالم. هل تساءلت من قبل لماذا تحمل الملكة حقيبتها معها أينما تذهب؟ وفقاً للكاتبة سالي بيدل سميث التي تروي السيرة الذاتية للعائلة المالكة، فهناك تفسير عملي لهذه الظاهرة الغامضة. دائماً ما تحمل الملكة في حقيبتها قلماً وأحمر شفاه ومرآة ونظاراتها الطبية. ولكن انتظر، فهي ليست مجرد حقيبة عادية. في أيدي الملكة تتحول الحقيبة إلى نوع من أنواع المؤشرات الاجتماعية التي تستعملها صاحبة الجلالة في مختلف المناسبات والاجتماعات. بهذه الطريقة تعلم طاقمها عن مختلف نواياها. فمثلاً عندما تتحدث الملكة إلى شخص ما وفي الأثناء تبدأ في تحويل حقيبتها من يد إلى أخرى، فهذا يعني أنها مستعدة لإنهاء المحادثة. هذه الحركة دقيقة للغاية، لذا حتى لو كنت تتحدث إلى صاحبة الجلالة فلن تلاحظ ذلك حتى. سيأتي شخص ما إليك ويخبرك بأدب. لنفترض مثلا أن رئيس أساقفة كانتربري يود التحدث إليك. أيضا إن كنت تتحدث مع الملكة وتراها تضع حقيبتها أرضا، حسنا، فقد يكون ذلك نذير شؤم. يعني هذا التصرف أن صاحبة الجلالة غير مستمتعة بتبادل أطراف الحديث معك، وتحتاج إلى وصيفتها لمساعدتها في التخلص منك. عندما تضع الملكة حقيبتها على مائدة العشاء، فهي تخبر الجميع بمهارة أنها تود إنهاء الحدث في غضون 5 دقائق. ولكن الشيء الوحيد الذي آمل ألا تراه أبداً عندما تجري محادثة مع الملكة هي حركة تدوير الخاتم التي تفعلها عادةً. تعني هذه الحركة أن الملكة تحتاج إلى إنقاذ فوري. لم تكن تعلم أن كل هذه العادات الغريبة من نصيب الملكة، أليس كذلك؟ سأخبرك بالمزيد منها وأكثرها غرابة حتى. عندما تسافر صاحبة الجلالة يرافقها عادة ما يصل إلى 34 شخصاً، بما في ذلك المستشار الشخصي ونائبه وسكرتيراتهما واثنين من مصممي أزيائها والمسؤول عن تصفيف في شعرها ووصيفتين وخادم وموظف الصحافة وثمانية حراس شخصيين من الشرطة ووزير الخارجية وتابعيه وغيرهم الكثير. تعرف الملكة إليزابيث بشكل رسمي كواحدة من أكثر رؤساء الدول سفراً على مر التاريخ. من المؤكد أنها تستطيع نصيحتنا عن كيفية تجنب مشكلة اختلاف التوقيت. تقول الإشاعات إن الملكة تتعامل مع مشكلة اختلاف التوقيت بواسطة سكر الشعير يتم تحضيره في شكل سكاكر، فهو يساعد على التخفيف من النعاس الذي يشعر به معظم المسافرون بعد الرحلات الطويلة. لا أملك فكرة واضحة عن كيفية عمله، ولكن انظر إلى الملكة. مهلاً، يبدو أن سكر الشعير علاج فعال لمشكلة اختلاف التوقيت. دليل آخر على أن صاحبة الجلالة تحب السفر بكل أريحية، حقيقة أنها لا تشرب سوى الشاي إيرل غراي ومن غلايتها المزخرفة فقط. تملك كلا الشيئين في أمتعتها أينما تذهب، وعلاوة على ذلك لا تغادر بلدتها بدون صابونها برائحة الصنوبر ونقانق هاروتز وقاروراتها الخاصة المليئة بالمياه الساخنة وصور لعائلتها. أيضاً يبدو أن الملكة هي الفرد الوحيد في العائلة المالكة التي لم تقم أبداً من قبل برحلات مجدولة. تستقل دائماً طائراتها الخاصة فقط. بالنسبة لبقية أفراد الأسرة، قد يحالفك الحظ للقائهم في رحلة تجارية، ربما في الدرجة الاقتصادية حتى. فمثلاً يقال إن الأمير هاري قام برحلة في الدرجة الاقتصادية من منفيس إلى دالاس في عام 2014، وقد شهدت دوقة كامبريدج ذات مرة على متن رحلة ريان إير نحو غلاسكو. لنعود الآن إلى صاحبة الجلالة. لا تسافر الملكة أبداً إلى أي مكان بدون طبيب البحرية الملكية، وتتمثل مهمته إلى جانب أمور أخرى،
في البحث عن مستشفيات قريبة من المنطقة مسبقاً. الأمر هو أن الدول التي تزورها الملكة قد تواجه مشاكل في إمدادات دموية موثوقة، لهذا السبب يجلب كل من صاحبة الجلالة والأمير ويلز عبوات من دمهما الخاص أينما يذهبان. علاوة على ذلك، فإن طبيبهما الشخصي دائما إلى جانبهما يحمل جميع أنواع الأدوية والأجهزة الطبية في حالة الطوارئ، بما في ذلك جهاز الصاق الكهربائي المحمول. هذا أمر صادم نوعا ما، ترفض الملكة رفضا قاطعا فتح النوافذ في قصر باكنغهام. حسنا، على وجه التحديد فقط تلك التي تزين الجزء الخارجي من المبنى. تكمن المشكلة في أنه عندما تفتح هذه النوافذ فقد تفسد المنظر الخلاب للقصر من الخارج، وبالتالي لا تفتح النوافذ الجانبية سوى في أوقات معينة. كانت خزانة ملابس الملكة ولا تزال واسعة وممتدة تشبه الأساطير. لا تفضل صاحبة الجلالة الملابس الزاهية والنابضة بالحياة فحسب، بل لا تظهر في مختلف المناسبات بالزي نفسه أو الألوان نفسها حتى مرتين على التوالي. لهذا السبب هناك مذكرة خاصة يشار فيها إلى متى وأين ارتدت الملكة هذا الزي أو ذاك. بالمناسبة، لتجنب الخلط بين أزيائها يحمل كل واحد منها رقمه الخاص. وماذا عن العادة الغريبة هذه؟ لا تحتاج الملكة إليزابيث ولا تملك جواز سفر. حسناً، يعتبر هذا منطقياً تماماً، بما أن جميع جوازات السفر البريطانية تخضع لسلطتها. عندما تمر عبر عمليات التحقق من الهوية عند المغادرة أو العودة إلى بلدها، فهي تحتاج فقط إلى تزويد سلطات الهجرة باسمها الكامل وعنوانها وسنها وجنسها وجنسيتها ومكان ولادتها. ومن المحتمل أنها لا تنزع حزامها وحذاءها حتى عند المرور عبر جهاز الأمني للأشعة السينية. تناقض آخر نجده ضمن عاداتها، وهو أن صاحبة الجلالة تحب التوت ولكنها لا تأكله علناً. تفسير هذا اللغز بسيط، تعلق بذور التوت الصغيرة في الأسنان، وهذا غير مقبول بما أنها الملكة. للسبب نفسه لا يقدم التوت البري في حفلات الاستقبال الرسمية أيضاً. أما بالنسبة للطماطم والخيار فيتم إزالة بذورها مسبقاً. هل تحب إضافة مكعبات الثلج في مشروباتك في فصل الصيف؟ حسناً، الملكة لا تحب ذلك، فهي تكره الصوت الذي تصدره مكعبات الثلج داخل الكؤوس. لذا عوضاً عن مكعبات الثلج تفضل صاحبة الجلالة كرات الثلج. والسبب بسيط للغاية، تعتبر الملكة أن الثلج في شكل كرات صوته موسيقي أكثر. لدى الملكة خادمة تقوم بتوسيع حذائها الجديد عوضاً عنها. للتذكير فقط، ترتدي صاحبة الجلالة أحذية من العلامة التجارية نفسها والأسلوب نفسه منذ سنوات، ومع ذلك لا تحبذ شعور عدم الارتياح الذي يصاحب ارتداء الأحذية الجديدة. في حقيبة يدها مع الضروريات الأخرى تحمل الملكة معها خطاف. تقوم الملكة بإلصاق خطاف تحت الطاولة في كل مرة تحتاج إلى تعليق حقيبتها، فهذا يجنبها إرباك وصيفتها، بما أن وضع الحقيبة أرضا يعني أنها تود المغادرة. حسناً، هل لديك أي عادات غريبة تشبه عادات الملكة؟ أخبرني بذلك في قسم التعليقات. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، اضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء. ولكن مهلاً، لا تذهب إلى أي مكان بعد، فلدينا أكثر من 2000 مقطع فيديو يمكنك مشاهدتهم هنا. كل ما عليك فعله هو انتقاء الفيديو على اليمين أو اليسار والنقر عليه. مشاهدة طيبة للجميع، لا تنسوا البقاء على الجانب المشرق من الحياة.